احنا قلنا كده يمكن الناس اللي هم عندهم مشاكل يعني في النسيان برضو اللي هم بيتعرضوا للمشاكل النفسية وكمان اللي هم عندهم الرهبة الاجتماعية كمان والتوتر والحزن برضو من ضمن الحاجات التانية الناس الفوضوية. يعني في ناس كده دايما في الحياة يعني لو مش مرتب في حاجات معينة فوضوية ممكن في الحياة اللي حواليهم ممكن في البيت عنده مش فاكر الحاجات بيحطها فين أو بيسيب كل حاجة في أي مكان. نفس الكلام برضو في حياته الطبيعية مش ماشي بشكل منظم. دول أكتر الناس برضو اللي عندهم مشاكل في الذاكرة أو بيجي لهم يعني نسيان بشكل بسرعة جدا للحاجات اللي حواليهم. يوم بقى ما بيكون عايز يرجع للحاجة دي ما بيلاقيهاش لأن هو طبيعي طبعا هو مش فاكر, هو بيرمي كل حاجة هنا وهنا ومعتمد دايما على الآخرين أو معتمد على بابا وماما, معتمد على حد تاني بيشاركه في البيت, على مراته ان هي بتشيل الحاجه دي تحطها في مكانها. لكن لو ما اتحطتش في مكانها بيكون هنا في مشكله كبيره جدا. فنحاول ما نكونش ان احنا يعني في عندنا يعني فوضويه شويه في حاجات معينه في حياتنا, حتى لو ابسط الحاجات اللي احنا ممكن يعني بنعملها علشان خاطر برضو الذاكره عندنا تكون كويسه. ونحاول يعني نقوي الذاكره برضو من ناحيه بقى القرايه, ده برضو بيقوي الذاكره جدا وبيخليك يعني دماغك مليانه كده. انت عارف كمان من ضمن الاسباب اللي ممكن انسان ينسى بسببها هو قله النوم او عدم كفايه الشخص من ان هو ياخد عدد ساعاته الكافيه من النوم. الناس مش مدركه ان الموضوع ده ليه علاقه بالذاكره والنسيان, لكن لا ده مرتبط جدا. حتى لو انت لاحظت او ركزت مع نفسك, لو انت نمت العدد الساعات اللي هي متعارف عليها هتلاقي ان انت الصبح رايح شغلك نشيط بتركز ادائك عالي جدا جدا جدا. عكس لو انت نايم ساعتين ثلاثه هتبقى سرحان بتسقط طول الوقت مش مركز. ممكن يحصل ان انت تعمل حادثه وانت سايق, لان ممكن تنام تسرح تنسى. فالموضوع النسيان ليه علاقه برضو بعدم كفايه الشخص من النوم.